طبعا استاذ رجب، انت يمكن انت بدات وانا طبعا هي دي بدايتي. يعني نادي الزمالك بيفرح، نادي الزمالك رجع تاني الابتسامه، نادي الزمالك رجعت له ثقته، رجعت له الهيبه، رجعت له شرعيته، رجع له رئيسه القوي، رجع له درع وسيف وامن وامان في كل حاجه داخل النادي، والانضباط يرجع تاني من امبارح. وان شاء الله باذن الله البناء في الفرق كلها واولهم فريق الكوره هيرجع مع عوده المستشار مرتضى منصور. لكن عايز اقف مع حضرتك عن الاستقبال الاسطوري، الاستقبال اللي يليق بمرتضى منصور وسط ابنائه وسط محبينه وسط جمعيته العموميه، اللي هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تحاسب مرتضى منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا استاذ كريم، في ثوابت في الكوره، وخاصه لما نتكلم عن الزمالك في ثوابت ما نقدرش نخرج عنها. اكيد الزمالك بدون مرتضى منصور لا شيء. نعم انا بتكلم، ببص للماضي 50 سنه ورا. انا مشجع الزمالك من وانا طفل صغير لغايه النهارده. الزمالك بدون مرتضى منصور هينزل، هيركب الزحليقه وينزل تحت. نعم شويه العيال اللي بتطلع او المتزملكين او الاشخاص اللي هم دون مستوى الرد، يعني ما اقدرش احط واحد منهم قدام عينيا وارد عليه لانهم تحت مستوى اطلاق النار، اللي طلعوا في غياب المستشار مرتضى منصور زي الفيران اللي بتخرج من جحورها عشان تهاجم وتعمل بيانات. لو واحد فيهم راجل ينزل انتخابات، لو واحد فيهم راجل ينزل انتخابات قدام مرتضى منصور. يا استاذ كريم، اي بلد ديمقراطيه في العالم، ومصر ام العالم. نعم. وام الدنيا. نعم. بلد ديمقراطيه، مفيش رئيس منتخب يقدر حد يزحزحه من مكانه، واخد بالك؟ احنا بلد قانون، يا بلد مؤسسات. نعم. النهارده وجود مرتضى منصور هو الامان، الامان لنادي الزمالك. نعم. انا بتكلم الكلام ده مش كصديق لمرتضى منصور، انا بتكلم الكلام ده كزملكاوي. نعم كمشجع زملكاوي. نعم. قديم ودرجه ثالثه يعني، واخد بالك؟ اللي بيطلع بقى ويقولوا اعلام الزمالك ومش عارف الهزازين والبتاع، العيال الحاقده الصغيره اللي هم الواحد منهم ما يعرفش يدخل شارع الصحافه يمشي فيه خطوتين. نعم. ولا كان يقدر يطلع مكتبي، كان يتحاش تحت من الامن. كي. انا بقول لهم انتوا تحت مستوى اطلاق النار، انتوا هوا ومحدش شايفكم. اللي يتكلم على مرتضى منصور يكون في قيمة وقامة مرتضى منصور، إنما يطلع واحد زي اللي بيعمل لي البيانات عبده مشتاق اللي عايز يبقى رئيس نادي الزمالك، بقى مرة إيه؟ وبعدين إذا جاي نادي الزمالك، طب هتبقى رئيس الزمالك هتعمل إيه؟ ما مرتضى منصور عمل منشآت وجاب بطولات، ربع بطولات الزمالك عبر التاريخ كله اللي جايبها مرتضى منصور، أو تلت بطولات الزمالك اللي جايبها مرتضى منصور، يبقى أنت جاي تعمل إيه؟ ما من منشآت جاهزة، والفلوس جاب فلوس، اعضاء بيموتوا فيه، اتساح لما بينزل انتخابات. ما هو ده مرتضى منصور. انما انت عامل بيان على ايه؟ انا عايز افهم، انا عايز افهم انت مين، انت مين. فدي شله معروفه، شله الاستاذ ممدوح ورفاقه، دول معروفين كل همهم كرسي الرئاسه. كرسي الرئاسه مش مرتضى منصور هو الرئيس الشرعي والمنتخب، واحنا في بلد ديمقراطي، ويمكن كلام وزير الشباب بيحافظ، وزير الشباب كرمز من رموز الحكومة بيحافظ على الشرعية، بيحافظ على الشرعية. إنما اللي بيطلع المأجورين اللي بتوع اللجان اللي بياخدوا فلوس، الكلام ده كلام فاضي وعيال هو. تحت مستوى إطلاق النار. نعم. نرجع بقى لاستقبال المستشار مرتضى منصور. نعم. أنا ما شفتش الاستقبالات دي إلا في المناسبات الكبرى، المناسبات الكبرى في مصر، واخد بالك؟ وهل مرتضى منصور يستحق ده؟ يستحق ده. ليه؟ مرتضى منصور لما قيدت حريته، قيدت حريته من اجل الزمالك. مرتضى منصور لم تقيد حريته، هو عنده قضيتين في حياته، مصر والزمالك. عمرك يا مرتضى منصور ما دخلت في قضيه شخصيه علشان تقيد حريتك، انما المسائل كلها
دفاعا عن نادي الزمالك، هتقول لي ده محمود الخطيب. طب تعالى بقى، يعني بالمناسبه يعني هو محمود الخطيب ده مرتضى منصور لما طلع مع مذيعه اسمها رغده شلهوب وقعدت تساله عن اسطوره الملاعب، جابت له كل نجوم مصر وقال لها محمود الخطيب احسن، محمود الخطيب احسن. يبقى في مرحله مرتضى كان بيتعامل بشفافيه رهيبه جدا. في مرحله ثانيه انا فاكر كان في ماتش الاهلي والزمالك ومحمود قاعد، كابتن محمود الخطيب قاعد وجنبه عضو مجلس اداره، عمل حركه بايده لمرتضى منصور، هي دي اللي زعلت مرتضى منصور. واخد بالك؟ مفيش قضيه شخصيه. مفيش قضيه شخصيه. فلما تيجي الاعضاء اشوف الاطفال بتعيط بتبكي، والله العظيم طفله كانت بتبكي في نادي الزمالك ومرتضى داخل نادي الزمالك. هذا الحشد الرهيب انا شفته في المناسبات الكبرى في مصر، انما مين اللي بيحظى بهذه الشعبيه الكبرى غيرك كمرتضى. فمرتضى انا بس عشان ما اخدش وقت علي استاذ علي، مرتضى منصور يستحق هذا الاستقبال الاسطوري اللي يعني. طب خلي كده واحد من اللي هم كانوا طالعين اثناء ما كان مرتضى مقيد حريته وعاملين بيانات، خليه يقرب من نادي الزمالك شوفوا الاعضاء يعملوا فيه ايه. نعم. واخد بالك؟ في حاجات كده ممكن تتقلع ويتضربوا بيها. فاحنا عايزين نقول ان هذا الرجل هو درع وسيف نادي الزمالك. فرحة الاطفال اللي انت بتتكلم عليها استاذنا طبعا مخرجنا الجميل مدحت عفيفي على طول معانا اول باول، دي الفرحه. دول يعني انا بحييك والله مدحت على اللقطه دي، لاني هل دول حد يقدر ان هو يقول لهم اضحك، ولا الابتسامه الجميله اللي في وش دي، ولا الفرحه الحقيقيه دي ان حد يقدر يعملها، او حد يقدر يرتب لها، او حد يقدر يقول لحد يعمل كده. مرتضى ما كانش عارف يمشي يا كريم. ما كانش عارف يمشي وهو داخل النادي. نعم. عليه. ما كانش عارف. يا ريت يا مدحت تجيب لنا مرتضى. نعم. معانا على طول. ودي لحظه وصوله، لحظه وصوله بره النادي. هو كمان ترجل عن عربيته عشان يدخل وينزل يسلم على العمال والموظفين وقطاع الناشئين والنشاط الرياضي والاعضاء والعضوات والاطفال، لانه كانوا وحشينه بجد يا كريم. دي معزوفه حب.